ما كتبيش صاحبي بينا وتكون تخدم وتعرف علاش 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 علا
دير رجلك كيما درتي رجلك هرستي. استعملتي هذا ياك ومن بعد عاد استعملتي جبتي بحال بغيتي تضرب رجلك. يلا دير هاك حط رجلك هكا حط سير على الله. هذيك الضربة تحل الباب دخلتي. شوف شوف البلاصه هذا كان التلفازه هذه اللي لقينا عندك اللي لقينا بعتي لها دابا خطر ولا اخرى اللي هذه اللي سرقتي هنا ديتيها لكادير بعتيها في كادير. كيفاش حيدتيها؟ نفس الطريقه نفس السير سير زولتيها من تما ياك. يلا هاجي طلعتيها للسطح ياك ديما الطريقه باش نزلتي باش خرجتي نفس الطريقه. امو باش هادشي هادشي تنسى ولا جيت دخلتي من هنا ما عندكش ندخل تما ملي ما قدرتي دوزي لك الدار ثاني نفس العمل وباش عرفتي ديك الدار ما كاينين مواليها الا باش عرفتي ما كاين فيها حد نفس الطريقه يعني الغبره والشراج مغبرين وما كاين اثار ما كاين ما كاين حوايج ياك ملي درتي شي دوره هنايا ما لقيتيش منين تجي من غير هذا هذا السينا وطلعتي للسطح من هنا نزلتي عندها تما هي لقيتي السطح ديال ديك الدار مسدود مسدود هرستي تا هو نفس العمليه اش درتي ليه منطلقة منطلقة واش هي براكيتي ليه في الجنب وحيدتي داك ديال القفل ديالو ونزلتي هذه هي الطريقه باش دخلتي ديك الدار ياك من هنا دزتي ليها اجي معنا قربي شويه دابا بالنسبه لها هذا هو الواد هذا الواد ديال فين ونكتب هذا الواد توخسين ياك هو فين تتخبي دوك المسروقات ديالك شوف نعتو لنا فينا هو نعتو فينا وفين زادت هي سرقتي منها منين نزلتي هذه ما تنطب بالنسبه لمول المحل في حاله السفر ما كاينش اتصلنا بها تيفيلين وراه نزلتي اش جرتي لهذه بالطريقه اللي دخلتي لها الداخل اش هي نفس الطريقه هرسي القفل بالكسر يعني تسلقتي ذاك الحيط ونزلتي في ذاك المزي وعاودتي تسلقتي من نزلتي هرسي القفل دخلتي اش جيتي منه وين عزاوي التلفازه واش اخر جيتي التلفازه ولا ذاك يلا عرفتي مني صعتي وبداتي مني طلعتي ها من الكراج اجي قلتي لهنايا هي لقيتي الباب مسدود حيد هذاك الحديد ما كان كان هذا الحديد لا ما كانش سته وسته الباب الله يسهل عليك راه جينا لقيناه هنا على اساس الباب كله بالنسبه للعرض زيد هذا هو الباب اللي كان ياك كان باش استعملتي ودخلتي البينسا ولكن حنا ملي جينا راه لقينا الباب انه مزز كاع مقطع كله مرمي هنايا ها شناهي الموس والبينسا هي باش دخلتي هنايا ولقينا كاع هنا مرمي هذاك ياك ودخلتي لداخل وباش عرفتي بانه المنزل هذا بانه راه تا هو قوي باش باين نفس الطريقه ما كاينش مواليه الشراجم والبيبان مغبرين العجبان ولا شي اثار ما بين شيء زيد دخلتي مباشره بيسي هنا هنا بلاصه نعت فيه لقيتي البيسي هنا البيسي لقيتي والتلفازه هي اللي كتبعلقها تما زيد التلفازه التلفازه فين بعتيها التلفازه فين بعتيها فقاتي قبلت التلفازه قبلت زيتيها غير بشويه ايش التلفازه بشويه شوف اش اخر تيتي الخاتم فين لقيتي ها الخاتم لقيتي فوق الثلاجه فاش كيما درتي ديسي ستوري الخاتم الخاتم لقيتي فوق الثلاجه هنا صافي هادشي اللي ديتي ديري اليوم مشيتي نفس الطريقه اش من لقيتها دخلتي دابا الليل هادي ها بالليل جيتي سير يعني تسلقتي الحيط تسلق
ودرتي الكاسه ياك وبلي تضرب لي انا واحد سميتو واحد المسمار واش عرفت واش هو اللي كان غادي يحفر ولا هو اللي كان هو اللي الطريقه هو اللي هو اللي كان لحق انا هذه هي صبتيها ياك هي حتى ما كانش كان تيجي جاجه هرسيها هذاك لا طراس ديالك ياك نزلتي منها كي نزلتيها نزلتي غياك نزلتي باكي داك الطريقه باش نزلتي الطريقه باش بهاد الطريقه ولا كاين فيه الملايات وكاين الحوايج عرفتي من التحت من الباب ديالهم واخا قبت دير هكا يعني كانت هذه دوايا هنا ديال هادشي ديك موش انا هادشي ديال 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 هادشي دابا هذيك الضوايا ملي حليتي الدجاج تسلقتي نزلتي من هنا مباشرة نزلتي يعني تشوف الفوق من تما من بعد ما طلعتي من ديك الدار الأخرى اللي في طور البناء نزلتي مباشرة هنا حليتي هذيك الضوايا تسلقتي دخلتي مباشرة إلى المنزل هنا فين مشيتي فين لقيتي ذوك الحوايج من الباب ديال السطح طلعتي من السطح خدتي هما من هنا طلعتي رجعتي من السطح نفس العمليه يعني تسلقتي بالصويره ومني بغيتي ترجع لقيتي القفل السطح ما فيش القفل كاين غير الزكرون رجعتي من نفس الطريقه واحد التخدير كيستعمل دوك الحبوب المهلوسه هو تيقول لك هذا الاساس هو اللي كيبني عليه هذا الاساس يفقد الوعي ديالو على اساس ما يخاف على ما يتردد ما والو باش يقوم بنفس العمليه ديالو ونفس الطريقه اللي كيستهلك بها وانت دابا بناء الحي ديالك انت من هذا الحي انت دابا الحي تما تتعرف هاد الشيء ياك كتعرف ديور بينا ودير مول كوتي في الباكونس ياك خرج واحد الشجر مزيان نشوفو مازال كتجي الشيء ياك لا داك سديتي سديتي ولكن باين باين البلاصه فيا مني هني شفتي مني اش من دار السي هادي نيت يعني هاديك اللي فاتي سرقتي منها نزلتي من السطح ديالها ونزلتي لهاد السطح هنا ونزلتي من السطح من الفوق يلا منين جا بلاصه زين شوف هنا بلاصه نزلتي من هنا ياك هاجي ها يعني الدار اللي نزلتي ليها طلعتي من الدار الاولى ياك اللي نزلتي من الشرجم ديالها الفوق ونزلتي وصرفتي ليها اللي نزلتي من الكوايا هذيك اللي صرفتيها بوحدها ياك وانت رجعتي لهادي ها صبحت هي رجعتي لها ياك واحد النهار حتى هي هذيك الدار اللي سرقتي ماشي حاجه جيتي لهنا ياك ملي دخلتي ليها لقيتي الباب بصح مسدود ها ومني دخلتي وصلتهم لي السيد ديالك هذا كان مفتوح لان مول المنزل هو اللي عاود صلحو شوف دخلتي تما نزلتي والخروج حليتي الباب السكروم صافي فين البلاصه اللي تقبتي الحيط فين ها سير حيت باش دخلتي كبرتيها يعني بالنسبه لذاك الحجم ديالها ما يمكنش الاول ديال تدخل منه عاودتي تكمتي بالحفر ياك حفرتي باش تمكنتي دخلتي يلا حل هذيك اللي ما كتبان والو ما تبان والو تعطي وجهك ما شغل بيه قبت تفوت المال وقبت تفوت المال وقبت ديري يديك بجوج راه ما كتبانش حفرتي هذا هو النفق اللي حفرتي هذا هو الثقب دخلتي منه مباشره لهنا ورجعتي منه في الخروج ملي دخلتي هنا لدرجه فين توجهتي خليني نمشي اشوف
باقيش تفاصيل. المهم كان هذا الزود وتا اللي كسر تيجي هذا السيد البنسه هي هذيك باش ديك الحفر بها ديك البنسه اللي حفر بها اللي يسر لها باش كسر هذا وخاشي طلعتي هنا مباشره ياك هذا هو انت ما بقيتي مسدود هذا هو هذا السيد هذا هو يا هذا السيد هو نفس الطريقه باش حفرتي داك داك الطق باش دخلتي باش هذا السيد الباب الاخر اللي وصلت لهنا باش هذا السيد هذايا صح هذا بيس لا ما خلوش هنا دخلتي ياك داخله شتيتي من هنا لا داك الشيء اللي بتقول انت ماشي اللي قالوا واش قلت البلازما والحوايج ديال الملابس بادري دوك الملابس ديال الرجال ولا ديال ديالات ديال الرجال ديال وداك الشيء مسجل هنا في الشيكاغو هو الطريقه كتي بالنسبه كيتي صباح على التخدير اول عمليه ملي كيبين شي تينفذها تيستعمل دوك الحبوب المهلوسه تحت التخدير ديالو علاش على التخدير تنسول علاش التخدير يقول لك على اساس بانه ذاك الهازيس ديال الخوف ديالو ولا هازيس ديال تيباك ولا شي حاجه ما تيبقاش يعني كيتصرف ولكن قبل منها كيبني كيجي بانه تيشوف المنزل تيسيب لي مثلا الهدف ديالو كيمشي تيحد الموقع ديالو كيشوف بانه النافذ مغلوقه والبيبان الابواب مغلوقه وبالنسبه كلها عمر اثار الغبار ديالها ما كاينش حتى الازبال هو تيعتمد على الازبال كيعدم الاثار ديالو ولكن تيشوف المنزل خصو يكون عنده منزل في طور البناء ذلك هذاك تيسهل لي العمليه هذاك تنزل منه مكان من خلال ذلك تنطلع للسطح نقوم بعمليه الكسر المنزل ديالو او بالحفر لواحد الثقب او بالنسبه للتسلق ثلاثه العمليات ديالو حاجه واحده هو ما عندوش المفاتيح المزوره المسروقات تيصرفها كل مره تيبيع بالنسبه سواء في السوق المتلاشيات او في اكادير او في جرار تيفرق فيها وشريك واحد هو اللي طفنا وحنا غادي نستمروا في العمليه ديالنا باش كلشي نوقفوا على 26 منزل اللي اعترف بها وكلها مدونه معنا وعندنا شي كريم مسجل.